سماحة الشيخ، بعض الإخوة يسأل ولعله لم يحضر درس البارحة: ما قيمة زكاة الفطر؟ وهل يجوز إخراجها نقودا؟ وهل يخرجها أهلي علي وأنا في مكة، أم أخرجها هنا في مكة؟ النقود لا تجزي في زكاة الفطر، لا بد من الطعام، من قوت البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها طعاما ولم يوجبها نقودا، فلا يجزي إخراج القيمة، يخرجها من قوت البلد من الطعام، ومقدارها صاع 3 كيلو، هذا مقدارها، ومكان إخراجها في المكان الذي فيه الإنسان، الذي فيه الإنسان تخرج فيه زكاة الفطر عنه، وإن أخرجها أهله في بلدهم أخرجوها عنه وعنهم فلا بأس بذلك، إذا وكلهم فلا بأس بذلك. كما أنه يجوز له هو أنه يخرج زكاة أهله مع زكاته في البلد الذي هو فيه، يجوز هذا. نعم.